مرحبا بكم على موجات إذاعة الشباب في صباحنا هكا. نمشي وكما قلت مع ضيفنا اليوم باش نحكيو على معرض مهم جدا في الثقافة التونسية. معنا سيد صالح نصر مدير عام قصر العلوم بالمنستير. مرحبا بك على موجات إذاعة الشباب. صباح الخير ذكريات، تحية ليك ولكافة المستمعين بعد الشباب. باش نحكيو على معرض فنون الخط العربي لنظم قصر العلوم بالمنستير بتعاون مع المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني لفنون الخط. دونك معرض مهم جدا للي مغروم ساعة بالخط العربي. نحبو نحكيو على تفاصيل المعرض هذايا، اللوحات، المشاركين، الموضوع بيدو. نعم، شكرا مجددا لإذاعة الشباب. الحقيقة تحية لكم على اهتمامكم بأنشطة قصر العلوم بالمنستير ومتابعتها وتغطيتها، شكرا جزيلا. بالفعل هو انطلاقا من 16 من هذا الشهر فتحنا قصر العلوم بالمنستير هذا المعرض اللي اسميناه معرض فنون الخط العربي تواصل الماضي مع الحاضر. المعرض هذي كما ذكرتي هو ينتظم بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني لفنون الخط. وبهذه المناسبة أذكر يعني المسؤولين في هاتين المؤسستين على التعاون مع قصر العلوم بالمنستير. مكونات المعرض، في الحقيقة المعرض هو يشتمل على مجموعتين في الإجمال يعني 24 لوحة، تنقسم إلى مجموعتين. في المجموعة الأولى مجموعة يعني متحف رقادة، وهي بتبيع يعني ملكية المركز الوطني لفنون الخط. والمجموعة الثانية هي عبارة عن مجموعة عن لوحات يعني خطية بعنوان القيروان، يعني من إنتاج طبعا خطاطين تونسيين. وهذه الأبيات الشعرية في الحقيقة قيلت بمناسبة احتفال بالقيروان عاصمة الثقافة الإسلامية. هذا إذن المعرض. الآن السؤال اللي يطرح، لماذا هذا المعرض ربما في قصر العلوم بالمنستير؟ لأنه السامعين ربما يتبادر ذهن أنه قصر العلوم مهتم فقط بالأنشطة العلمية. صحيح. مش دقيق، باعتبار حتى قانون إحداث هذه المؤسسة يوضح أنه قصر العلوم بالمنستير في الحقيقة نعني بكل ما هو نشاط طبعا علمي اساسا وكذلك فكري وثقافي. بالتالي انتاج مثل هذه المعارض الى جانب العمل المسرحي والموسيقي كله هو من الانشطه اللي توجد في قصر العلوم بالمنستير. الان لماذا ركزنا على هذا الموضوع في حد ذاته؟ صحيح، الخط العربي. الخط العربي بالطبيعة هو الحقيقة يجبنا نقول حويجة أنه هناك شيء من المفارقات يعني بين وضعيتين. وضعية بقدر ما هذه اللغة العربية يعني لها انتشار ولها اعتبار ولها قيمة كبيرة جدا على مستوى من العالم. خليني فقط هوني ربما نذكر ببعض الخصائص اللغة العربية على مستوى عالم. ذكريات اللغة العربية في الحقيقة هي من أقدم لغات العالم، معناها بل تشير معناها المخطوطات وغيرها، لأنه أول نص عربي يعود للقرن الثالث يعني بعد الميلاد، أي لغة قديمة وقديمة جدا. اللغة العربية تحدثها الآن أكثر من 400 مليون شخص يعني في العالم. اللغة العربية هي تعتبر من في المرتبة الثالثة باعتبار عدد الدول التي تعتبرها كلغة رسمية. اللغة العربية تقريبا هي الرابعة أو الخامسة الأكثر انتشار في العالم ككل. وأهم من ذلك هي في الحقيقة من بين اللغات الست اللي تعتمدهم. ألو؟ أي نسمعوا فيك في المباشر. نعم. أي؟ هي من بين اللغات الستة اللي تعتمدهم الأمم المتحدة في نشرياتها. وتعلاش ربما خصت يوم اللي هو 18 ديسمبر من كل سنة للاحتفال باللغة العربية. هي اللغة العربية ثرية جدا. نعم. ثرية بكلماتها، ثرية يعني بقواعدها، ثرية بخطها، حتى اللغة العربية فيها يعني العديد من الخطوط. صحيح، الخطوط، الخط العربي نلقاوه مش هو بيدو اللي في الشرق، مش هو بيدو اللي نلقاوه في المغرب العربي، يعني متنوع. وهذا مربط الفرس
إضافة إلى كل هذه الأرقام اللي قلتم، اللغة العربية تتميز الحقيقة بأن هناك عديد الإمكانيات لكتابة نفس الحرف معنا بأشكال مختلفة، وهذا اللي أنتج بطبيعة عبر التاريخ ما يسمى بالخطوط العربية. فالآن معناها ممكن هناك تقريب قرابة 30 خط. فن يعني فن الخط العربي فن. نعم هو فن. من بين هذه الصنف ظهر الخط الكوفي اللي هو من أقدم الخطوط، هناك خط الرقعة، خط النسخ، الخط الديواني، خط الثلث، خط الإجازة، الخط المغربي، واللي انتشر في المغرب العربي هو جاء من الأندلس الخط الكوفي لما جاء من خرج المسلمون والعرب من الأندلس، وبعد صارت عملية منها رحلة عكسية فكان الخط الكوفي إلى المغرب العربي ولكنه تطور وأنتج ما يسمى بالخط العربي. إذا أنت هناك جمالية كبيرة جدا لهذه اللغة العربية، ولعل هنا ربما نجم نستشهد بقول معنى بيت شعر جميل من شوقي ليقول فيه: إن الذي ملأ اللغات محاسنة جعل الجمال وسره في الضاد. لدير هي معنى نسميها لغة الضاد باعتبار حرف الضاء اللي ما يشالش هو الخط الوحيد اللي موجود في اللغة العربية. الآن مع هذه القيمة الاعتبارية على مستوى دولي، مع الأسف ما نجموش ننكروا واقعنا اليوم اللي صغيرات خاصة من الجيل الجديد ينظر بشيء من الدنيا، حتى إذا كان مش نظرة دنيا هناك عدم اهتمام واكتراث باللغة العربية. ولكن كما تعرف من الذكريات في قصر العلوم وفي متاحف العلوم عموما تتميز بمقاربات مختلفة في تعاطي المواضيع العلمية. لأن اليوم أوركستيون مش نجيب تلامذة لأنه حسن قدامي في محاضرة وأقول هذه لغة أجدادكم وهي فعل لغة القرآن وهي لغة تاريخ ولغة شعر وأدب. في المراكز العلمية نحن نعمل على تنمية روح الملاحظة عند الزائر وخاصة عند التلاميذ. تنمية روح الملاحظة، استثارة اهتمامهم واستثارة تفكيرهم والدخول إلى أي موضوع علمي حتى في ورشات علمية في المجالات الأخرى في الفيزياء في الكيمياء في غيرها، هي مقاربات مفتوحة اللي تعطي اليد للمطلق اللي هي تتمحور حول ما يسمى المقاربات الجديدة للتعليم، أن المتعلم هو محور العملية التعليمية. فالحقيقة هدفنا في قصر العلوم من هذا المعرض اللي أدخلناه الآن في جملة معناها برنامج الزيارات اللي نقوم بها يومين، نذكر هوني قصر العلوم كل يوم يأمن زيارات معناها لمجموعة من التلاميذ داخل الفضاءات العلمية لقصر العلوم. دخلنا ابتداء من 16 شهر من جملة الورشات العلمية اللي كما قلت في الرياضيات في الفيزياء في الكيمياء في غيرها جولة في هذا المعرض. هدفنا من ذلك أنه نعدي رسالة للصغيرات ننظر جمالية هذه اللغة، ننظر قدرت على إنتاج يعني لوحات جميلة وجميلة جدا، لعلنا نعمل أنه هذا ربما يعيد شيء من الحميمية شيء من الاهتمام لدى أبنائنا بلغتهم لغات الأم، مع العلم أنه طبعا كل الدراسات الحديثة تؤكد على أهمية تدريس خاصة من المواد العلمية على الأقل في مرحلة أولى من سن الطفل باللغة بلغة الأم. هذا الحقيقة دوت الهدف من هذا المعرض اليوم مفتوح للعموم. احنا مرة أخرى عبر أمواج إذاعة الشباب دعوة مفتوحة لكافة معنا المواطنين والمواطنات سواء الأقراب هوني ولا حتى البعاد، لأن احنا قريب معنا مقبلين على عطلة مدرسية. هذا المعرض يتواصل يعني قرابة شهر ونصف، فالمجال مفتوح للجميع ليجيوا ويتمتعوا بهذه اللوحات الفنية المعروضة في قصر العلوم. ان شاء الله بالتوفيق اكيد للمعرض هذا، وحنا ماذا بينا سورتو التلامذه صغيرات اكثر ناس تمشي تتفرج وتستمتع بالمعرض هذا. خليك كما قلت انت تتعرف على الخط العربي وخصائص الخط العربي. نحب نسالك سؤال اخر، قصر العلوم بالمنستير اضافه الى المعرض هذا اكيد عنده برشا انشطه، من الانشطه المنتظره اللي نجموا نلقاوها في قصر العلوم بالمنستير؟ بارك الله فيك، شكرا على السؤال. وبالجواب عليه الحقيقه نعطيك معنا شذرات معنا وهذا ما نستغربوش من اذاعه الشباب، نتمنى ان نعود له في حصه مطوله لانه اهم نشاط ينظمه قصر العلوم الا وهو مهرجان العلوم. تنظر لصفحه الفيسبوك المواسع، امبارح فقط نزلنا معنا فتحنا باب التسجيل للمشاركه في الدوره الثامنه لمهرجان العلوم اللي هو بكل صدق أهم نشاط وهو العنوان الرئيسي ربما ليعرف بهوية وإسهام قصر العلوم بالمنستير على مستوى. لماذا؟ باعتبار أن خلال هذا المهرجان
لمشي التئام على فكره يومي 29 30 ابريل 2023، والحمد لله بالتعاون مع اربع وزارات اساسيه: وزاره التربيه، وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، وزاره الشباب والرياضه، ووزاره الثقافه. اطلقنا مسابقات مع كل من هذه الوزارات. الحق الشكر موصول معنا للسادة المدير العامين والوزراء لهذه الوزارات اللي وافقوا على التوجه لقصر العلوم. احنا شنو دورنا؟ نحبوا نخرجوا في مجتمعنا ككل، مش كيف المسكين لانه قصر العلوم موجود المسكين، لا، قصر العلوم قاعد يشاع على مستوى وطني. اليوم معنا بين قوسين فقط تذكر لك انه برنامج اخر، برنامج العلوم المتنقله، قافلة العلوم اللي مش تخرج لبيت السقف. احنا اضافه الى المنستير وسوسه والمهديه تلقى كل سنه سته او سبعه ولايات اللي نخصوا لهم زيارات خاصه للاهتمام بصغياتنا في هذه المؤسسات. قلت في مهرجان العلوم دونك هناك اربع مسابقات مع كل هذه الوزارات، كل مسابقه مع وزاره مثلا الشباب والرياضه. لازم يفهموا اللي السيد الوزير مشكور خرجت مراسلات مثلا وزاره الشباب والرياضه لل 24 مندوب لمندوبيات الشباب والرياضه في ال 24 ولايه للمساهمة في المسابقة اللي عندها. يعني المجال مفتوح للناس الكل في كل ولاية. هو ثم مسابقات رسمية، هذه نحكي لك عليها منتظمة مع الوزارات اللي ذكرتهم، ولكن هناك مسابقة أخرى خامسة اللي هي للعموم. هذه التفاصيل الكل يلقاوها السادة المستمعين على صفحة فيسبوك قصر العلوم بالمنستير، ونتمنى الحقيقة كما قلت لك ذكريات نرجعوا له مرة أكيد في وقته نرجعوا له ونحكيوا عليه بأكثر تفاصيل وحتى نسلطوا عليه الضوء بما أنه مهم جدا سورتو للشباب. المهرجان هذايا مهرجان العلوم. السيد صالح نصر مدير عام قصر العلوم بالمنستير، يعطيك الصحة، شكرا لك على كل التفاصيل هذه، وأكيد تكون ضيفنا مرة أخرى في وقت مهرجان العلوم. شكرا لك على كل التفاصيل هذه، إلى اللقاء.